شنو غتقول الا قلت لك بلي راه المغرب ضيع واحد الفرصه كبيره انه يولي احسن من اوروبا؟ كنسحب كنكذب ولا كنلعبونا ولا ضياك؟ اسمع داكشي اللي ما قراوكش ومنين سالي هذا الفيديو نعاودو نشوف واش تقول هذه الهضره هذه. بنادم تذبح على الحكومات على ودك وجدودك تحارب وتقتلوا باش انت تجي تقول جات فرنسا تعاود تستعمر. كان هو امين العوني. امين العوني هو من والد الرشيديه، ولكن سكنت في سلا، انا عايش في سلا، وحاليا انا مقيم بالصين كمستشار تعليمي، وبالنسبه للدراسه خريج العلوم القانونيه والسياسيه الاجازه، وحاليا كنكمل الماستر ديال العلاقات الدوليه، كنوجد ليه ان شاء الله. هو صراحة الصين جات في الأول زعما غير صدفة، أنا كنت خدام هنا في شركة مع واحد الصديق ديالي إبراهيم خالدي، وكنا خدامين وجات الفرصة ديال أننا نمشيو للصين بحكم أننا كان عندنا تواصل مع الناس تما، لأن الخدمة ديالنا كانت كتحكم علينا أننا نتواصلوا مع الشناوة وهذا. من بعد درت علاقات وكذا، مشينا بجوج جلسنا تما وتيسرات الأمور. بصح عندك الحق، هو الا قلت لك ما غاديش ما اختارتوش من اجل الربح غادي نكون كنافق، لان كاع اليوتيوبر اللي كيدخل اليوتيوب كيدخل باش يدير الفيديوهات ويدير الكونتنت ديالو ويفيد الناس، وهو في نفس الوقت كيبغي باش يربح، فاي حاجه ما كانش فيها الفلوس راه ما غيكملش فيها بنادم. ولكن حاليا انا الا قلت لك راه غادي نديرها باجل الفلوس غادي تقول لي لا انت كديرها من اجل المحتوى، ولا قلت لك راه كنديرها من اجل المحتوى يجي واحد يقول لك لا راه كديرها من اجل الفلوس، فحتى واحد ما غادي يتيق، حتى واحد ما غادي يقول يجي يعطيني الراي ديالو في هذا الشيء، فانا غادي نقول لك الله اعلم. اي كيفاش كندير نجمع انا زعما كيفاش ندير كنقلب عليهم، فهو المصادر ديالي بطبيعه الحال كيتعتمد على جوجل، على الكتب التاريخيه، خصوصا الكتب اللي كتهضم بالتاريخ ديال المغرب بالضبط، وبطبيعه الحال نقول لك لان التاريخ كيكتبوا الاقوى، فبطبيعه الحال صعيب باش تلقى المعلومات اللي متناقضه على التاريخ اللي كتبوه المغاربه، فكنحاول ما امكن جوجل والكتب التاريخيه، وكنستعين شي مرات بالاساتذه ديال التاريخ كذلك. انا حاليا بالطريقه اللي كنهضر فيها كنستهدف الفئه اللي ما عندهمش اصلا مع الثقافه ولا مع التاريخ، كنبغي الناس اللي هو هكذا في الزنقه وتيهضر في الكره تيهضر في اللعيبات، انا خصني هذاك هو اللي يسمع ليا، اما الناس المثقفين وكذا راه كنظن انهم ماشيين بلاصتهم عندي، يقدروا يستافدوا اكثر الا مشاو لعند شي واحد متخصص اكثر، اما انا باغي نوصل للفئه اللي ما عندهاش علاقه بالثقافه وبالتاريخ، بغيت نوصل هاد المعلومات لهاد الناس هادو. الله الا داك النهار والله ما تيقت صراحه، داك النهار زوين بزاف، حيت انا كنت كنقول الا بغيت نطلع الطوندوس خصني ندير شي حاجه اللي تكون فيها فضيحه ولا شي لعيبه تكون في شكل، ومنين طلع داك الطوندوس كانت من بين شي حاجه اللي كانت من بين سابع المستحيلات يطلع، وخصوصا المهدي المنجره، موضوع ديال المهدي المنجره يطلع للطوندوس شي حاجه بزاف. حتى مات ودام الامل امنت وعاد وما جيت يقول لك رحم الله العالم والمفكر المغربي فلان بن فلان، فيك انت فاش كان حي، فيك انت اختي فيه، والحمد لله كان داك احساس واعر داك النهار. لا وي خصوصا فاش كيسكريوني ليا الدراري، خصوصا مهدي المنجره كانوا بزاف ديال لي باج لاحوا التصاور ديال التوقعات ديال المهدي المنجره وكذا، ديك الساعه عرفت بلي راه قص بزاف ديال الناس في ذاك الموضوع، في ديك الحلقه بالضبط ديال المهدي المنجره. السيد كانت التوقعات ديالو المستقبل ماشي عاديه، التوقعات كتوقع كتحدد. لا ما متاكدش منها في 100%، انا غنقول لك علاش، لانه كما قلت لك التاريخ كيكتبوا الاقوى، وحنا ما غاديش نقولوا بان راه كاع داكشي اللي كيكتبوه المؤرخين المغاربه صحيح 100%، بطبيعه الحال كيكونوا انحيازات، كيكون بان كيجي ضروري من المغاربه، شويه كاين اللي عنده شي مشكل مع واحد الفئه كيكتب عليها بواحد الطريقه خايبه، فبطبيعه الحال نقول لكم حاجه وحده اللي غنكون كنتاكد منها، هي بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي سوره الفاتحه والصور اللي كاين في القران، هذوك هما اللي متاكدين فيهم 100% لانه عارفين المصدر ديالهم، ما تبقى كلها مصادر يمكن نقول لك 90% 70% 50%، داكشي علاش كنقول بنادم ما يثقش في داكشي كامل اللي كنقول، لان خصو يمشي يقلب. طوندونس المغربي، طوندونس المغربي انا كيجيني ماده زوينه باش يدير بنادم فلوس،
وكيجيوني هذوك الروتيني اليومي انا ماشي زعما ما متفقش معاهم من حيث انهم باغيين يربحوا فلوس. بطبيعه الحال انا بنادم يكون كل ما عنده ما يدار وراجلها خدام ب 4000 درهم ولا 3000 درهم كتقول اجي ندير فيديو ونعاونو كتدخل 3 المليون 4 المليون، انا ما عنديش مشكل مع داك الشيء، كل واحد عنده الحق يترزق الله فهمتي. لكن الاشكال هو النوع ديال المحتوى اللي غادي تخدميه. الا كان هذاك النوع ديال المحتوى كيستحمر في عباد الله وكتوريهم غير كما خلى امير رغيب كتوريها الثلاجه وداك الشيء، هذاك ما عندنا ما نديرو به. هذاك المحتوى ما يستاهلش نقولوا كنربحوا منه فلوس، ولكن كهو يعني غادي تبقى تصور راسها شنو كديروا. هذا ما عنديش مشكل معاهم نهائيا، كيتسحب لهم بنادم الا قلت لهم راه روتيني اليومي راه خايب كذا، لا ما عنديش مشكل يربح بنادم منه الفلوس، ولكن غير ما يكونش كيستحمر عباد الله ويوري شي حوايج اللي فعلا كتير عباد الله غير على ود الفلوس. انا غنوري الثلاجه وكذا على ود الفلوس، هذه شي حاجه بالنسبه ليا خايبه بزاف. انا نقولك علاش ما كنلقاوش لان راه ماشي حيت بنادم ما متقفش ما باغيش يمشي للاخر، راه كتلقى هذاك المثقف اللي باغي داك المحتوى الزوين يطلع كتلقاه هو فعلا غير بالفضول كيمشي يقلب على داك المحتوى الخايب فهمتي، كيمشي يقلب عليه ويشوف هاد السيده لا حتى ورات لا هكذا نمشي ندخل نشوف شنو دارت. هو راه ما كيدخلش بهدف انه يشوف يتفرج، هين فوا ديك الفي كتطلع راه كيطلعوا الطوندونس وكيدخل يشوف الزوين، غير هو داك الاهتمام ديال الناس الزوينين بداك الشيء الزوين قل من الاهتمام بالناس الزوينين من داك الشيء الخايب. انا غادي غيكون عندي صراحه مشكل حيت انا عارف بزاف، ولا دابا انا عارف غنستحضر سميات وغيمشيو ليا سميات اخرين ويقول امين العوني ما قالش فاللهم. غادي نقول بانهم كاينين بزاف مغاربه كيديروا محتوى زين صراحه كاينين بزاف، فغادي يدخلوا يقلبوا، ما غاديش نقول سميات حيت خايف ننسى، غادي ننسى وغيولي عندي مشكل. كنقول لهم ما يتيقوش داكشي كامل اللي كندير كامل يعني 100%، لانني انا بطبيعه الحال ملي كنكون كنقلب راه كنقلب على مصادر اللي انا براسي تيق فيها واقيلا غير 70% ولا 80%، فكتبقى واحد 20% كامل عليكم نتوما اللي خصكم تدبروا وتقلبوا. وانا راه ما كنطقش بالحق الذي لا حق بعده، انا راه كنطق غير بداكشي اللي كنعرف، فانتوما خصكم تمشيو تقلبوا ما تكونوش تابعين مجرد تابعين. وشكرا لكم بزاف، وانا كنقدر هذاك الشيء اللي كديروا معايا لانكم كتعاونوني بزاف وكتعطيوني بزاف ديال المعلومات، مخصوصا ملي كنبغي نبحث في المواضيع ولا كنبغي نبحث في شي حاجه كنلقى بزاف ديال الناس كيعاونوني. شكرا لكم كاملين، وكنتمنى ان شاء الله يكون كل شيء مزيان وما تخليش بنادم يحقرك. متابعين في براير، واخويا الله يسهل عليكم والله يسخر لكم الامور وتبارك الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.